معلومات عن بابغاء الكاسكو. نصائح عند شرائك لهذا البابغاء. ما هي مميزات هذا البابغاء وما هي عيوبه؟ ما الفرق بين الذكر والأنثى؟ ما هو متوسط عمر هذا البابغاء؟ ماذا يأكل هذا البابغاء؟ كم كلمة يحفظ بابغاء الكاسكو؟ مقارنة بين الكاسكو وغيره من أنواع البابغاوات. كل هذا وأكثر سنتعرف عليه في هذا الفيديو، فتابعونا ولا تنسوا الإعجاب والاشتراك دعما للقناة لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من قناتكم الحياة عجائب. بابغاء الكاسكو. أولا أسماء الكاسكو. يسمى بالكاسكو ويسمى بالبابغاء الرمادي الأفريقي ويسمى ببابغاء جاكو. أما عن موطن هذا البابغاء فمن اسمه البابغاء الرمادي الأفريقي، فإنه يوجد في غرب وسط أفريقيا، وهو من البابغاوات المهددة بالانقراض، لذا فإن ثمنه مرتفع. بابغاء الكاسكو والقدرة على الكلام. يعد بابغاء الكاسكو من أحد أبرع الطيور على وجه الأرض المقلدة، إذ أنه من أروع البابغاوات على الإطلاق، حتى إنه لا يتفوق على بابغاء مكاو ويتفوق على جميع البابغاوات الأخرى بخلاف بابغاء الأمازون. فمن عيوب بابغاء الكاسكو أنه قد يصاب بالخجل أمام الضيوف أو أمام الأغراب. أما بابغاء الأمازون فليس عنده هذا الخجل، فبإمكانه أن يتكلم أمام الناس جميعا إذا طلب منه أن يتكلم. كم كلمة يحفظ بابغاء الكاسكو؟ يستطيع هذا البابغاء الذكي أن يحفظ لأكثر من 100 كلمة، وذكاء هذا البابغاء يفوق طفلا بعمر 5 سنوات أو 6 سنوات. وبابغاء الكاسكو مصنف على أنه واحد من أذكى الطيور التي عرفتها البشرية. أما عن درجة إزعاج هذا الطائر فهو ليس مزعجا بالنسبة لباقي البابغاوات الأخرى. كيف أعرف عمر بابغاء الكاسكو؟ بإمكانك أن تعرف عمر بابغاء الكاسكو. نستطيع أن نعرف عمر البابغاء بالنظر إلى عينه، فالفرخ الصغير لون عينه أسود بالكامل، فلا يوجد له حدقة حول عينه، وهذه الحدقة كلما كبر الطائر كلما اتضحت وظهرت كما هو واضح أمامنا في الفيديو. ونستطيع أن نعرف عمر الطائر من خلال الدبلة في رجل الطائر، ويكون مكتوب عليها التاريخ الذي ولد فيه الطائر. أما عن سلوك بابغاء الكاسكو فهو بابغاء اجتماعي من الدرجة الأولى حتى في البيئة الأساسية له، ويتميز بالخجل الشديد، فقد يتوقف عن الكلام عند رؤية أشخاص غرباء. إذا طلب منه الكلام قد لا يتكلم، وهذا من عيوبه. ومن عيوب هذا البابغاء أنه من البابغاوات الشديدة الحساسية، إذا أهمله صاحبه فقد يصاب بأمراض نفسية خطيرة، وقد يقوم البابغاء بنتف ريشه. إنه من أكثر البابغاوات التي قد تصاب بالأمراض النفسية. صائح عند ذهابك لشراء هذا البابغاء. أولا يفضل أن تذهب إلى مصدر موثوق لشراء هذا البابغاء، فكما نعلم أن ثمنه مرتفع جدا، وينصح بعدم تربيته للمبتدئين أو المنشغلين، لأن هذا البابغاء يحتاج لمزيد من الاهتمام ومزيد من الوقت، فيحتاج من صاحبه أن يلعب معه وأن يوفر له الألعاب، لأن هذا الطائر يتميز بأنه فضولي ويحب اللعب، وأنه شديد الحساسية، لذا ينصح بالابتعاد عنه للمبتدئين، كما ينصح أن تربي ذكرا. وبداية كيف نستطيع أن نعرف الفرق بين الذكر والأنثى؟ إن هذا البابغاء من البابغاوات الصعبة
التي يصعب عليك أن تعرف الفرق بين الذكر والأنثى، إذ يتشابه الذكر مع الأنثى بدرجة كبيرة جدا ويصعب عليك ذلك. وأفضل شيء أن تقوم بتحليل الـ DNA الحمض النووي للتفرقة بين الذكر والأنثى. يجب عليك أن تشتري ذكرا. لماذا؟ ينصح الخبراء والمتخصصون بأن تشتري ذكرا وأن تبتعد عن الأنثى إذا كنت قد أردت أن تربي هذا الببغاء للتدريب ولكي تعلمه الكلام وتعلمه بعض الألعاب، فينصح بشراء الذكر. لماذا؟ لأن الأنثى غالبا هي أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب ونتف الريش، ذلك لما يصيبها من اضطرابات هرمونية، وهذا عن دراسة تم إثباتها أن الأكثر إصابة هي الأنثى لما تتعرض له من اضطرابات هرمونية. وعليك أخي الكريم عند ذهابك لشراء هذا الببغاء أن تنظر جيدا إلى عين هذا الببغاء بأن لا يكون فيها احمرار أو يكون فيها أي نوع من أنواع الأمراض، وأن تنظر إلى ريش هذا الببغاء بأن لا يكون فيه نتف، لأن هذا مؤشر على إصابته بالأمراض النفسية. وعليك أن تنظر جيدا إلى الدبلة في رجل الطائر وأن تتأكد من جنس هذا الطائر. وباختصار شديد سوف أترك لكم الرابط في وصف هذا الفيديو بعنوان كيف تشتري الببغاء أو نصائح عند ذهابك لشراء هذا الببغاء. كم يعيش ببغاء الكاسكو؟ أما عن متوسط عمر هذا الببغاء فإنه يعيش من 50 إلى 90 عاما كحد أقصى عند الاهتمام به. أما عن تغذية هذا الببغاء فإنه يأكل مثل باقي الببغاوات، ولاحظ الباحثون أن هذا الببغاء يتعرض لنقص كبير في الكالسيوم وفي فيتامين A، لذا فعليك يا أخي الكريم أن توفر له الكالسيوم وأن توفر له فيتامين A وأن تعرضه لمزيد من أشعة الشمس أو أن تعوضه بفيتامين د. وعليك أن تهتم بجميع أنواع الخضروات والفواكه، وهناك بعض الناس يذهب إلى الوجبات الجاهزة التي تباع لهذا النوع من الببغاوات، وذلك حفاظا على هذا الببغاء واهتماما بجميع العناصر الغذائية التي يحتاج إليها. إنه يأكل المكسرات كاللوز، كما أنه يحب بذور عباد الشمس، كما أن هذا الببغاء يأكل جميع الفواكه والخضروات، فلا تحرمه من التنويع بين هذه الخضروات والفواكه ومن تقديم الأكل اللين. متى يبلغ هذا الببغاء للتزاوج والتفريخ؟ إن هذا الببغاء يبلغ عند عمر 3 سنوات ويصل وزنه إلى 450 جراما. ولكن ما هو موسم تزاوج هذا الببغاء؟ إن هذا الببغاء موسم تزاوجه يكون في الشتاء ما بين شهر نوفمبر إلى فبراير، وتضع الأنثى البيض مرة واحدة في السنة، وتضع من 4 بيضات إلى 7 بيضات كحد أقصى، وترقد على البيض 28 يوما. أما عن أنواع ببغاء الكاسكو فيوجد له أنواع عديدة، فمنه الألبينو ومنه أيضا المصبع كما نرى، وهناك ببغاء يسمى ببغاء التمنة وهو شبيه ببغاء الكاسكو. وقديما لم يكن أحد من الناس يفرق بين التمنة وبين الكاسكو، وسوف أترك لكم الرابط في وصف هذا الفيديو لتعرفوا الفرق بين الكاسكو والتمنة. وفي نهاية هذا الفيديو أرجو أن تكونوا قد استمتعتم بهذه المعلومات التي جمعناها لكم،
ونرجو منكم دعم القناة بالإعجاب والاشتراك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.